السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تنظم ملتقى حول ضمانات نزاهة المسار الانتخابي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع دعم الصحافة في فترة الانتخابات. وأشار الحسن والمد إلى أن الأشخاص المعنيين بالملتقى هم الإعلاميون وممثلو المترشحين المجتمع المدني، مؤكدا اكتمال استعدادات الهابا لمواكبة مهمتها خلال الحملة الانتخابية. لذلك يتنزل هذا التنظيم، هذا المنتدى اليوم ضمن الاتفاق الحاصل بين السلطة العليا وبرنا الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع دعم الصحافة في الفترة الانتخابية بمكوناته المتعددة التي تشمل المزيد من التكوين والمزيد من التشبيك بين كل المتدخلين والفاعلين في المسار الانتخابي. وشركاء المساحي المسار الانتخابي هم شركاء متعددون. الناطق باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أكد أن ضمانات الشفافية تأتي عبر توفير المعطى الإعلامي والإحصائي بشكل شفاف وسريع حسب تعبيره. أبرز هذه الضمانات هو حرص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على توفير المعطى الإعلامي والإحصائي بشكل شفاف وسريع عن طريق منصة مايسين. وتعلمون أنه متاح لكم الآن كإعلاميين الحصول على نسب ومعطيات إحصائية دقيقة بالضغط على زر على الشبكة على منصة ماي سني. كما أشار أن اللجنة تعمل على نقاء اللائحة الانتخابية وستستمر فعاليات الملتقى لثلاثة أيام متتالية. يأتي هذا الملتقى بعد يوم واحد من إصدار الهابا قراراً يلزم وسائل الإعلام العامة والخاصة ومراسلي المحطات الأجنبية في موريتانيا بتغطية الانتخابات بشكل متوازن وشفاف وتجنب خطاب الكراهية والأخبار الزائفة طيلة الموسم الانتخابي.